المعذرة والله المعذرة. المعذرة والله يا ابو لبيه. ركّر خرج من هنا. انت بشر ركّو اي واحد يشد عليه ركّو شو مرة تدري شو ودي يارس؟ تدري شو ودي يارس؟ انك في انك في صف ابو نايف العم محاره واجلد واجلد وانت تعال. تجد من؟ ابو نايف. ابو نايف منو؟ عجزوا 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 ناس قبلك. والله انت بند لابو نايف لا انت لا غيرك. ارس ارس الله يرحمها برحمته. ابدا قبل ان نبدا بين يا جماعه ابدا بين اللي بيجي اللي بيسول والنقطه معلش ابو مبارك ابدا اللي بيحضر بيحضر اللي الله كاتب انه بيحضر جزاه بيحضر يلا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. امس تكلمنا طال عمركم عن قصه الرسول صلى الله عليه وسلم في خيمه ام معبد، وقبل طال عمركم تكلمنا عن هجره المسلمين الى الحبشه مع النجاشي، وقبلها تكلمنا طال عمركم عن الدعوة الجهرية للرسول، وقبلها السرية، وقبلها بعثة الرسول، وقبلها طال عمرك ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته كاملة، اسمه كامل وأمه وأبوه اللهم صل وسلم عليه. اليوم نستكمل ما بعد قصة أم معبد. ما حضرت معنا أمس أنت؟ خيمة أم معبد اللي الرسول صلى الله عليه وسلم حلب الشاه. المهم طال عمركم بعد ما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من خيمة أم معبد رأوه بعض الناس ذاهبين إلى المدينة، فأخبروا أهل المدينة قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قادم، وهم كانوا يعلمون أن الرسول قادم، وكانوا طال عمرك يترقبون للرسول صلى الله عليه وسلم، يطلعون من الصباح طبعا كان في الصيف، يطلعون من الصباح إلين الظهر حتى تشتد الشمس فيرجعون لبيوتهم. اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث طال عمركم كانوا مترقبين للرسول صلى الله عليه وسلم بلهفة، واشتد الحر عليهم فرجعوا لبيوتهم. في أثناء رجوعهم لبيوتهم دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فرآه أحد من اليهود فأخبر أهل المدينة. فلما أخبر أهل المدينة فاطلعوا طال عمرك في الطرقات مشتاقين لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقال إن حتى الصغار ملأوا الطرق، وبعض الناس طال عمرك رقى فوق البيوت يدعون يا رسول الله يا رسول الله، وكل متلهف في رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما طال عمركم حتى وصل التكبير إلى منازل بني عمرو بن عوف، فكبروا وفرحوا مسرعين، فكل طال عمرك يستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يقول له هلم معي إلى بيتي هلم معي بيتي. يقال أن هناك الذين استقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم من الأنصار 500 رجل من الأنصار، فارتفعت أصوات الأنصار يرددون جاء نبي الله جاء نبي الله، فصعدوا فوق البيوت. فلما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم، تبون نقولها الحين طلع البدر ولا نخليها آخر شيء؟ إيه نخليها آخر شيء. فيوم استقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم رددوا طلع البدر علينا، بنجيبها إن شاء الله أنا ومناحي آخر. فكل يسعى لاستضافة هذا النبي، كل يسعى لاستضافة هذا النبي. فكانت تمشي الناقة فكل يمسك خطامها، عندي يا رسول الله عندي يا رسول الله، يتسابقون لكرم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة. يقال في حديث عن أنس بن مالك قال نبي الله اللهم صل وسلم عليه أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب هو اللي استضاف الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا يا رسول الله هذه هي داري وهذا هو بابي. فانطلق الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إنها لنا مقيلا قوموا على بركة الله. فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي أيوب فأنزلوا المتاع، فانتقل أبو أيوب في الغرفة اللي فوق. فيوم جلس فوق هو وزوجته وأبنائه فاستحى على نفسه قال كيف أنا أكون في الطابق اللي فوق الرسول صلى الله عليه وسلم. فنزل فاستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني استحيت أن أكون فوقك في البيت، فهل تسمح لي أن أنقل متاعك الفوق وانزل تحت؟ فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم فقبل منها هذه. طبعا أكرمه أبو أيوب الأنصاري،
فبركة الناقة طال عمركم، وإن شاء الله بكرة راح نكمل قصة بناء المسجد. والحين طال عمركم نبي نتلو عليكم طلع البدر علينا أنا وأخوي مناحي، حبينا والله أنها قصيرة لأن بكرة فيه تفاصيل أفضل. تفضل مناحي. يلا طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مرحبا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مرحبا لله داع. جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. عد تكملتها والله ماني حافظها، لكن اليوم نكتفي بهذا القدر. لكن ابو مبارك انا عندي تنويه بسيط. سم. بالنسبه لهذا لو ان احنا غنيناه وحنا نحفظه ونحب تحديدا هذا الشهوده من يوم احنا صغار، لكن جاء فيها ترى فيها نوع من الاختلاف عند بعض العلماء. في بعضهم قال انه ثنيات الوداع وهذه قيلت بعد ما رجع من غزوه تبوك. صح. ثنيات الوداع يقال انها باتجاه الشمال، او فيها اختلاف نوعا ما، لكن انها ان شاء الله انها مثبوته يعني. طيب سؤال، كم عدد الانصار الذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا قلتها قبل شوي. انس رفع اول واحد، كم؟ 500 رجل. صح. طيب من اول من الذين هاجروا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اعطوني اسم من الذين هاجروا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكرتهم اولا. لا ما ذكرتهم، بس يعني معلومة عامة. معلومة. مسلمين ولا أسلموا؟ أول من قدم من مكة، أول من قدم إلى المدينة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو قبله، لا بعده. لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجروا بعده. أبو مبارك عشان يوضح السؤال، كانوا مسلمين في مكة؟ نعم. هاجروا ولا أسلموا؟ لا كانوا مسلمين بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هم مسلمين طبعا، هاجر عمر الخطاب بس كان في يعني بالتسلسل، يعني هي معلومات عامة. إجابة مصعب بن عمير، هذا أول من قدم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أول من قدم. نعم. وبعده ابن أمي مكتوم، وبعده عمار ابن ياسر. نعم. وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 20. ثم فما رأت أهل المدينة فرح، وفرح كبير يوم جت الصحابة. عاد في قصص والله جميلة. أنا في عندي سؤال، آخر من هاجر من مكة إلى المدينة، أو أنا بعطيها معلومة عامة. آخر من هاجر، في ناس ما هاجر ترى عندك. لا أنا أتكلم آخر من هاجر يعني ما كان مسلم وأسلم وجاء للمدينة. ما أعرف من هو آخر من هاجر. هو العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم أثناء قدوم المسلمين من المدينة إلى مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الهجرة. صح. يعني آخر من هاجر عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب. حتى كان فيها حلم وش اسم أخت العباس مشهورة، أخت العباس وش اسمها؟ الشيماء. لا. صفية. صفية. اشتهر الحلم لما حلمت أن الحصى يدخل في بيوت قريش بيت، فانتشر الخبر قبل معركة بدر، يوم كل بيت من أعز قريش فقدوا رجل شريف فيهم. هذه بنذكرها بعدين. في انا قلت الشيماء هي اخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه. هذه الشيماء بنت حليمه السعوديه. صح. ما اعرف انها اسمها شيماء. الا الظاهر انها
حتى لما بعد فتح بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم استقر في المدينة وصار في غزوات وفي قام يدعي العرب، فصارت فيه مشكلة عند قبيلة بني سعد، فأتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا محمد أنا أختك. قال لها وش يثبت أنك أختي؟ قالت عضة في كتفي، عضة في كتفي، عضيتني وأنت صغير يا محمد. ففرش البردة لها فأجلسها عنده. ليش؟ لأن هي كانت أكبر من الرسول صلى الله عليه وسلم. لما يوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم ترضع حليمة السعدية كانت تشيله وتلعب معه وتودي، فعضها الرسول صلى الله عليه وسلم من هنا، كان صغير الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه ذكرها على طول الرسول صلى الله عليه وسلم وفرش الرداء وجلسها عنده وأكرمها وأمتعها وقال إن شئتي يعني بقيتي عندي أو أمتعك وتذهبين لها. قالت لا أمتعني وأذهب لها لي، وأعطاها من الخير اللي رزقها فيه ربي وذهبت. هذه قصة بنت حليمة السعدية. سم اللهم صل وسلم عليه. والوقت اللي بعدها الخلفاء الراشدين وبعدهم الدول اللي قامت بعدهم، هل كانوا يتكلمون زينا باللهجة العامية ولا باللغة العربية الفصحى؟ لا يتكلمون بالفصحى، لكن أنا بحثت في الموضوع هذا. أول شيء المدن، عندك مثلا عاصمة الخلافة الأموية، ومع الفتوحات الإسلامية اختلطت أعراق البشر، سمعت؟ فهناك من يتكلم بالفصحى وهناك من لا يلحن. وش معنى؟ يعني الحين يبدل الفتحة بكسرة أو يجعل الكلمة بدون سادة، بدون حركة، مثل الوليد، بدون حركة. أي بدون، مثل الوليد ولد، مثل الوليد بن عبد الملك بن مروان كان يلحن في الكلام. يعني جاه أعرابي يسأله قال له طال عمرك الوليد، قال له ما شانك، كنا هذه نفس كلامنا. قال العرابي ما شاني، انها خلقة الله، يعني جاني جدري وانا صغير. فتكلم عمر بن عبد العزيز جنبه قال لا الخليفة يقول ما شأنك، شفت تختلف المعنى. فكانوا ويش، فكان المدن لما دخلت العراق تخبر يعني عاصمة اسلامية، فجاهم طال عمرك من الفرس وجاهم من الروم وجاهم من التتار وجاهم من الترك وجاهم، فصار في خليط وبدأت اللهجة تضيع. فلذلك كانوا الخلفاء يرسلون أبنائهم للبادية. ليش؟ لأن البادية ما احتكوا فيهم العراق، يعني ما يحتك فيهم إلا مثلهم، إيه لأنهم في الصحراء وبعيد عن أهل المدن، فكانوا هم يجدون اللغة العربية الفصيحة. ومع الوقت تغيرت لين جاء بني هلال آخر البادية، هم اللي بدوا يتكلمون طال عمرك حتى بالقصيد تغير، اللي يقول أبو زيد الهلالي سلامة عمر الفتى، بدأت من قصائد الهلاليين وهي تغير الشعر من الفصيح إلى النبطي. من زمان أفكر في المعلومة هذه. إيه لا شفت. إيه عرضوه. نعم. في بداية الشعر النبطي ما تفهم باللغة العربية. في عندك طال عمرك بعدين هذه بنجيبها، لا خلصنا السيرة إن شاء الله بنجيب قصة، يعني هي معلومات يعني لا تصدقها ولا تكذبها، إسرائيليات أي ما بين وبين، تأخذ منها الحكمة، تأخذ منها الحكمة. تبلبل الألسن، يعني كي أنا ذاك اليوم أتساءل، كان عندي كتاب باب البداية والنهاية، فقبل أقرأ كنت أتساءل كيف العالم هذا كلهم لهجات، كل اللهجات إيه، مثلا الإنجليز، مثلا الصين لغات، أيوة مثلا الروس، مثلا إيش اللغات هذه؟ الصين عجوبة يا أخي. إيه فبحثت عنها فوجدت العمرك اللغة تغيرت، اللهجات تغيرت هذه من بعد من سلالة نوح. طبعا البشرية كلهم من سلالة نوح، كانت فيه لهجات لغات أول، فمن بعد نوح طبعا ممكن ابو يعرفهم سام ويافث، سام وحام ويافث، اي وحام ويافث، ويام هو الذي جاء الطوفان يوم نبينا نوح
يبي يركبه في القارب. فمن هنا جاء الروم وال افريقيا. اي الروم وافريقيا له اسم و اسمه كذا الروم ابن فلان ابن فلان والصين ابن فلان ابن فلان. المشكله ناسيها. هنا تغيرت اللهجات من ضمن اسامي اهلي. ايه اسامي كانت. ايه كانت الحين في فرق بين اللهجات واللغات. ايه احنا نتكلم عن اللغات. اقصد اللغات انا دمشق. فبدت تتغير. يقال ان اول من نطق بالعربيه ابونا اسماعيل. صح صحيح. اسماعيل عليه السلام اول من نطق. ايه يقال انه هو اول من نطق اول من نطق بالعربيه. طبعا قريش قريش كيف جاءت مكه؟ كانت قبلها في قبيله وش اسمهم؟ اسمها جرهم. جرهم هو الذي يعني لما شو اسمه لما قصه زمزم شو اسمه ايه نزلت جرهم. نزلت جرهم في مكه واستاذنت من نبي الله شو اسمه ذكرني العهد اسماعيل. ايه عهد اسماعيل. اسماعيل فاستأذنوا من ام اسماعيل ونزلوا. ولما كبر اسماعيل نسبهم نسبهم خذ من جرهم. واستقرت قبيله جرهم في مكه وصارت فيه معارك كثيره طال عمرك مع ملك اليهود ومع واسامي الجبال اللي في مكه تراها قديمه ترى قبل قريش. المهم طال عمرك بعدين نزلت قريش في مكه اطردت قبيلة جرهم وانزلت في مكة ومشت السيادة إلين وصلت طال عمركم عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم. من عبد المطلب هيأ الله الكون للرسول صلى الله عليه وسلم. تخيل من عهد عبد المطلب بدأت تتهيأ. اكتشف زمزم اكتشف الكنوز. طبعا جرهم يوم شدت من مكة ادفنت زمزم. فكان يجي هاتف هاتف يعني زي الخبر. اي زي الخبر خبر ما يعلم من وين يكلمه. يعني حلوه المقوله بس انا ناسيها انه دله على محل زمزم راح احفره ثلاث ايام. فلما عندنا قرط الغراب والاسوء. ايوه اي هذه. فلما والله اني ناس الوصف لكن عندنا قرط الغراب الاسود بين الفرث والدم. لا اله الا الله. المهم هي لازم يا تجيبها كامله يا تتركها. اي أيوة والله الافضل. اي الافضل انك تتركها. فحفر زمزم وكان معه ابن واحد انت عبد المطلب جد الرسول ومعه خادم. فيوم طلع الماء طال عمرك الا ويش التمت عليه قريش وانقهر اضمر في نفسه قال والله ان اعطاني الله 10 ابناء لاقتلن واحدا لله. فعشان كذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا ابن الذبيحين. من هم الذبيحين؟ ابوه عبد الله واسماعيل. واسماعيل لانه من سلاله اسماعيل عليه السلام. فيوم في قصه حلوه بعرج عليها. فيوم طال عمرك قالوا خلنا نتحاكم عند كاهنه او كاهن المن زمزم. فذهبوا قريش ومعهم عبد المطلب. فمشوا مشوا طال عمرك وجم في ارض قاحله ما فيها ماء. فبركوا مطاياهم وجلسوا طال عمرك وذبحهم الظما. قالوا وش الحل؟ لا نقدر نرجع مكه ولا نلحق العد اللي قدام. قام عبد المطلب وشوف راح استشاره عبد المطلب. قام عبد المطلب قال انا اشير عليكم كل واحد يحفر قبره. كل واحد يحفر قبره ويجلس فيه لين يموت. المهم حرك مطيته انت يا عبد المطلب وخفها ضرب الارض ضرب له حصاه ونبع ماء منها. هم رايحين يتحاكمون الان. يوم شافوا الماء نبع منه قالوا بس بس خلاص اللي اسقاه الله هنيه هو اللي عطاه زمزم. فرجعوا وصارت سياده عبد المطلب على قريش. فلما رزق بأبنائه العشرة تذكر النذر اللي انذره لله اللي هو ايش؟ أن يختار أن يقتل ابن لله. فضرب الأزلام. الأزلام هذه مثل العصي عليها افعل أو لا تفعل. فالأزلام زي القرعة القرعة اللي عندنا الحين. فكتب أسامي أبنائه فضرب القرعة فطاحت على عبد الله وهو أحب أبنائه له أبو الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاء على اسم عبد الله فزعوا خواله قالوا لا شلون تذبح عبد الله كلن يغلي.
قال والله هذا نذر نذرته على نفسي، إن رزقني الله بعشرة أبناء لأذبحن لله واحد. شوف على أنهم هم مسلمين وكانوا على شرك وعبادة أصنام، لكن عندهم الوفاء بالعهد. فقالوا وش تسوي الحين؟ قال نضرب الأزلام، افعل أو لا تفعل، يعني اذبح أو لا تفعل أو لا تذبح. فضرب الأزلام فقال افعل. قال خلاص هاتوا لي الخوصة. قالوا لا اضرب ثلاث. ضرب إلا كلها افعل. قال يلا ما عندي عذر. قالوا لا لك عذر، بنروح للكاهن نشوف ايش عنده. المهم راحوا للكاهن وشافوا، قال كل ضربة افعل افد ولدك بعشرة من البل، كل عشرة كل ضربة بعشرة من البل. ايه المهم رجع عبد المطلب وضرب بالأزلام افعل فدى ولده بعشر. قال اضرب مرة ثانية افعل فدى عشر لين، وصلت مية ناقة. وبعدها سنت العرب أن دية الرجل مئة ناقة. شفت ما في شيء عبث يا ولد، ترى عندنا احنا العرب كل شيء له أصل. فلين وصلت مئة ناقة ويوم ضرب الأزلام لا تفعل. قال صاحوا قريش استانسوا، قالوا قد عذرت. قال لا لا أعذر إلا بثلاث. وضرب الثانية لا تفعل، وضرب الثالثة لا تفعل. شوف يا أخي لما تقرأ قبل ولادة الرسول وقبل، يا أخي ترى شيء إعجاز لله. هيئ الكون، يهيئ أبوه، يهيئ جده، يهيئ القوم كاملة، ما في شيء عبث سبحان الله. وقعد أنا وياك نتناقش ونتجادل حتى نصل إلى الجدال لساعات طويلة، فما بالك أني أحاول أن أغير ديانتك. صح. أنت عارف كم هذا الجهد، جهد عظيم. أنت عارف ومتصور كم الجهد الجهيد هذا من أجل أن تغيير الدين. فاللهم لك الحمد أن الله سبحانه وتعالى أعطانا نعمة الإسلام، وعسى الله يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم. اللهم صل وسلم عليه. عانى الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة بين مصدق وبين مكذب، يعني ما في مثل كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم جمع قريش أول ما أنبأهم أنه نبي الله. قال لو أخبرتكم أن خيلا مغيرة عليكم خلف هذا الوادي أمصدقيني؟ قالوا نعم ما عهدنا عليك كذبا وأنت الصادق الأمين فينا. فقال إني نبي الله مرسل إليكم. فكذبوا. فقال أبو لهب عمه، فقال تبا لهذا جمعتنا؟ فنزلت الصورة الكريمة تبت يد أبي لهب وتب. فيعني لما قالوا أنت الصادق الأمين فينا، فقال لهم إني نبي الله مرسل إليكم، قالوا تبا لهذا جمعتنا. شوف كيف عانى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقصته يوم مات عبد أبو طالب، يوم راح يدور له أحد ينصره، ولما راح الطائف ورجموه بالحجر، عانى الرسول صلى الله عليه وسلم، دمعت عيناه ودعا لله. وحتى حادثة الإسراء والمعراج ترويح لنفس النبي صلى الله عليه وسلم، ولكي يرى الرسول صلى الله عليه وسلم قدره عند الله ورفعته. نزل عليه الملك. نعم. قال أتريد لو أمرت أن الأخشبين أضربهم بالأخشبين؟ أضربهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم رحيم. لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد. من خرج من أصلابهم؟ خرج خالد بن الوليد. لا خالد بن الوليد بن عم الرسول من بني مخزوم من قريش. طيب هل هو من الطائف؟ لا الطائف ثقيف. يقال أنه كان من الطائف. لا لا. أو أبوه في الطائف أو كذا، أو من اللي أذوه. أنا لا. سمعت المقولة هذه ما. وكان حتى قال قريش الآية أنه القرآن لو نزل على رجلين. المقصود أنا ما ودي أجيب الآية. المقصود على رجلين أنهم كانوا يعني من علية القوم وكانوا أفصحهم الوليد. اللي هو أبو خالد الوليد اللي هو الوليد بن المغيرة في مكة، والمدينة الثانية في الطائف اللي هو عروة بن مسعود الثقفي. فعروة بن مسعود الثقفي والوليد بن المغيرة في مكة. هذا عروة بن مسعود هو يوم الحجاج دخل على عبد الملك بن مروان، يوم قال أنا أحد الأثنين. فقال من؟ عروة. إيه قال جدي هو عروة. يوم قال هل أنت تدعي؟ قال أنا لا أدعي.
ممكن أنا أخطيت في الاسم لكن فيه. أما خالد بن وليد كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني. من قريش و... وليد بن مغيرة من قريش، أتوقعت أنه في الطائفة. كان من اللي أذوه في الطائفة، المعلومة هذه والله سمعتها من واحد لكن ماني متأكد هذا صحتها. عاد بكرة نكمل إن شاء الله. جزاكم الله خير على الاستماع. جزاك الله عليك خير على هذا الفقر. الله يسلمك وطول عمرك. جزاك الله عليك. وش تبون فكرة ثانية؟ تبونها أسئلة مثلا نقول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ آخرتها آخر شيء. أجهز لكم أسئلة. سبع أسئلة. نفس كلامك. ثمانية أسئلة. مثل بسيطة. لا عشان تعرف بغلط. إيه. مثلا ما شاء الله. بكرة بحضر. عشان تعرف اللي يركز. أسئلة بسيطة. عشان تعرف اللي يركز معك واللي ما هو مركز. مش ليك الله طالع مدرب. لا حتى باب الفائدة يعني. لا لا هي التركيز تثبيت المعلومة. التركيز تثبيت المعلومة. عندي وصاة عليك. قولوا كثرت على الوصاة. قولوا. يا ولد أنا طلعت 24 ساعة جايب لك 1000 وصية. أنا فدا للجمهور. اي والله هذه من بس عشان ما تعفس ام سفر ولدي نعم سلمني عليهم كلهم الله يسلمك كل واحد ابغاه يوجه لي كلام بس قلت وش كان كلام اي كلام بعزه الحين انا والله مصير البارح الحين ترقبني من البارح اسف يا ابوك انا تاخرت عليك البارح جيت تعبان وذا الحين ابغاكم اما وصيته لابو بندر يقول بيتين سوها وعطى ابو بندر يشيلها فينا على خشم يستاهل مساعدك يا مسفر نبدا من عند انس ولا ابدا عند انس يا مسفر ابن مهذل مساك الله بالخير اول شيء وشلونك عساك طيب يا لم الله اني احبك يا مسفر وترى راسلني يوم طلعت انا يوم استبعدونك راسلني على تويتر ما طالب فيك ما حط لا قال ليش تخلي ابوي يعصب لا طالب فينا يطول عمره ونزل مقاطع ونزل كل شيء ولازم تجينا القناة لازم تجينا ضروري توقع انك تجي مع جدك لكنك ما جيت لكن نبيك زيارة خاصة والله يحييك وعسى الله يصلحك في بيتك نبات حسن ويكفيك شر الحرام ويا الحرام يا مسفر ابن مهذل ابن مسفر مساك الله بالخير وعلى حالك طيب دائما وابدا وانت مسماك أنت مثل اسمي أنا مناحي أحمد مناحي وأنت مسفر ابن مهذل ابن مسفر ذكرتني باللي يقول أتكلم تشابه الاسم إيه الولد والجد لازم حنا نحقن فكان يقول ففيه بيتين أتشارك أنا وياك بهن يقول سموا الأسامي على الأسباب وهذه ترى هدية يعني تأخذها بالحلال سموا الأسامي على الأسباب لو كنت أنا اليوم من قدي غني عن الأسماء ولا الغاب دامي مسمى على جد سلام أكبر حسان ولك تحياتي جل اشواقي يا ابو مسفر الله يمسيك معليش ابو مهذل الله يمسيك بالخير وش حالك عساك طيب اول شيء عسى الله يخليك لامك وابوك ويحفظهم لك ان شاء الله وانت كفو ما جيت كفو الا من ابوك ترى ابوك والله انه نعم يسوي لنا غداء يسوي لنا العشاء يصحينا للصلاه بيض الله وجهك يا ابو مهذل او يا ابو مسفر يا ابو مهذل لخبطنا يا اخوي مسفر مهذل مسفر فعسى ربي يخليك لوالديك وبيض وجهك ومثل ما قال انس حنا باك تجينا ودينك جيتنا مع جدك لكن ان شاء الله في عوضنا مديت لك الحاله والله يحييك قريه العالميه هذا ما عندي سالفه اسوي فيك قصيده ان شاء الله زي قصيدتي اقول يا مسفر بن مهذل صوتك اقول يا مسفر بن مهذل والله اني احبك وابوك احبه لكن الله يخليك لابوك والله يحفظك امين يا رب وياك ان شاء الله وشلونك عساك طيب بشرنا عنك والله انا مشتاقين لك انك ودنا انك تجينا لكن ان شاء الله انك تجي باذن الله هذا اللي اقوله الطالب هي نواف طالب انه يجي طالب انه يجي طالب انه طالب اي كوكو اقول يا والله اللي مرحبا يا ابو مسر مسر جنبك ابو مسر يرحب مهذل اليوم جاء من نعم والله اللي مرحبا قال مسفر انطق اسمه ما ينطق اسمه هو ايش اسمه الولد مسفر مسفر ما تعرف اسمه ولده طيب والله اللي مرحبا يا ابو مهذل مرحبا بك ومرحبا ببيك ومرحبا بجدك وش اقول وش اخلي لكن عن كلك شايب يا مسفر كلك شايب طال عمرك عند ملاقي صبي وسايقها جلد على قولت عري الغداء اطبخ الغداء
الغداء شو اسمه عقب العشاء والغداء الغداء عقب العشاء والعشاء عقب الفطور. هذا مضاد هذا. الغداء الغداء بعد العشاء والعشاء بعد الفطور. انا احنا لا 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 المضاد ما يكلم الوباء. احلم احلم المهم 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 نتمنى نتمنى انك تاتينا وتسير علينا وتشقر علينا ان شاء الله. ابو صادق مساك الله بالخير يا مسفر. الله يوفقك والله. الله يوفقك ويستر عليك. شد حيلك في الدراسه وسير علينا في القريه هنا. ترى ابوك رجال طيب ونباك تجيب تعلمنا في الخلطه السريه حقت الشاهي. الخلطه انا عرفت ابو بندر. كاميرا وينك كاميرا؟ انا صادق صادق. مساك الله بالخير يا ابو. اخرنا انت وطقيت كنت احنا بسمع الولد الرجال ساكن بالله. ابو احمد تدري شوي انا ايش قومنا اليوم؟ اليوم ضعوجه اليوم. مساك الله بالخير يا مسفر بن مهذل. الله يخليك.